الحقيقه تاعو ايه طرفو على العادي ولاديريكتي تاعو ايضا راح تكون اطول. المنطقه تاع الشعله يكون فيها نظام ترمكو وهو نظام يساعد على الحمايه من تسرب الغاز. ايضا يجي فيها نظام الووك ومكستور معروفه بنظام الووك هذا كانت من الرائدين في هذا المجال. النظام الووك هذا يجي كما يقول السوق الجزائري طابونا ويطلع فلانس تكون فيها دوبل يعني تكون بشكل موديل عصري من ناحيه الاسرار من ناحيه الجمال. الفرن فيها فرن غاز كهرباء وفيها فرن غاز كهرباء يعني الفرن يتكون الباب تاعها من كل دوبل ديتراج يعني يقدم حمايه اكبر للزجاج. الفرن ايضا يكون فيه مميز خاصيه الكاتاليزور وهي خاصيه يعني هذا المستهلك الجزائري اللي تساهم في التنظيف الذاتي وما تخليش الحراره تاع الفرن تخرج على برا. ايضا فيها المروحه اللي تساعد ايضا على على الطهي يعني المروحه تساعد الهواء انه يكون يتنقل بشكل جيد يعني يساعد على الطهي. ايضا يكون فيها النظام ثيرموكوبل مما يساعد على حمايه من تسرب الغاز. فيها كما رانا نشوف التيروار من اسفل التيروار شوفوا وين يحمل الخبي فيها الماء والحجم الكبير. عندنا ايضا فيها يكون خمس شعلات بما انها كبيره فيها جميع الخصائص المميزات من ثيرموكوبل من الفون ومن الطاقم. ايضا الحجم الكبير راح يكون فيه روح كاتاليزور ايضا يعني جميع الخصائص تقدمها شركه مكسبور في الطبقه تاعها. هذا الشيء اللي خلانا نقدر نكون احنا ليدر في اجهزه الطبخ. ايضا شركه مكسبور في مجال الشغل الكوزينيير عندنا ايضا الكليماتيزور اللي راح يكون حاضر فيه خمس سنوات وعندنا ايضا اللي فوق الكاستراب اللي عندنا اكثر من ست انواع اللي هو فرن او مكسبور. عندنا في نوع غاز غاز وفي نوع غاز الكتريك في ايضا جميع المميزات وجميع الخصائص يعني كاين يجيبوا الهومس كاين يجيبوا البيغراس يعني الاشياء رانا نجيبها حسب متطلبات السوق ويعني حسب اراء المستهلك الجزائري يعني الجزائري بنوع كاين بنوع كاين عندنا البيغراس كاين عندنا الالوان يعني البلاك الريد عندنا بيزيو كولور. الحمد لله رانا نسعوا باش نقدموا اكثر ونكونوا عند حسن ظن المستهلك والزبون الجزائري. نتمناو ان شاء الله تكون عجبتكم منتجات مكسبور تقدروا تحضروا معنا مكسبور وتقدروا تشوفوا ابرز المنتجات اللي جابها مكسبور. شكرا. مكسبور اليوم حاضرة وش هو جديد اللي حبيتوا تقدموه اللي ما علنتوا عليه في الندوة الصحفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بقناة أنا الجزائر في المعرض في الستون تاعنا. اليوم مكسبور جات باش تقدم أبرز المنتجات وأحدث المنتجات اللي راح تطرحها خصيصا في هذا السنة بما أنه شهر كريم راح قريب على الأبواب. عندنا ست أنواع تاع الكويزينيار عندنا بمختلف الألوان وبمختلف الأحجام يعني البيك سايز والحجم الأقل بمميزات عالمية وبجودة عالمية فيها جميع الخصائص اللي تتطلب تكون في الطباخة سواء الكاتاليزور سواء المروحة سواء نظام الحماية واللي هو ثيرموكوبل وخاصة نظام الووك. مكسبور جات باش تقدم المنتج هذا على حساب رغبة المستهلك والزبون الجزائري. الحمد لله قدرنا نجيبوا الكويزينيير إليغونس بيس ووك اللي راح تكون فيها هذه الخصائص وهذه المميزات راح نعلنوا عليها بعد قليل ان شاء الله. عندنا ايضا موديلات اخرى اللي راح تكون الكونجيلاتور كاينه ثاني من الحجم الصغير سمول سايز حتى البيك سايز بمختلف موديلات. عندنا ايضا في العمودي عندنا ايضا الكليماتيزور اللي راح يكون في هذا العام من نوع تي 1 وتي 3 وخاصه الانفرتر. عندنا لي فور اون كاسترابل جبنا اكثر من ست موديلات
اللي راح يكون فيها غاز وغاز الكتريك وبمختلف الوان، يعني في الجلاس في الانوكس، هذا على حساب تطلبات المستهلك. عندنا ايضا لي فور الكتريك من الحجم الصغير 36 لتر حتى الحجم 46 لتر عندنا في العادي، وعندنا اللي راح يكون فونتيلي. الحمد لله مكسوره تسعى دائما باش تقدم احدث والتكنولوجيا اللي راه متواجده في العالم وباحسن جوده كما قلت، واؤكد على هذا القول. مكسوره من ضمان في المنتجات تاعها من عامين لخمس سنوات، كاين منتجات يمدوا فيهم اكثر حتى 10 سنوات. عندنا السيرفيس ابريفون اللي راه متواجد على كامل التراب الوطني، عندنا رقم خاص بالسيرفيس ابريفون، يعني وين يقدر الزبون او المستهلك يلاقي مشكله في منتج من منتجاتنا. الابواب تاعنا راه مفتوحه، ارقام الهواتف مفتوحه في اي وقت. مرحبا بكم جميعا على مستوى المعرض اللي راه متواجدين فيه.